طيب عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهارده فيديو جديد وجوله جديده عند عمرو التركي. هنشوف بقى الحاجات الحلوه النهارده. العنوان يا حبايبي في شارع درب البرابره بجوار مسجد الشيخ صلاح. الشيخ صلاح. ايوه الشيخ صلاح. عامل ايه يا عمرو؟ الحمد لله تمام. كل سنه وانت طيب. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. بقالك كتير ما بتجيش. اه صح؟ صح. كتير ايه؟ ده انا بقالي 7 ايام بس. طب ما 7 ايام كتير. ماشي يا عم. طبعا هم كلهم بيحبوك يا عم. الله يحفظهم يا رب. ربنا يخليك. وانت طيب. عايزين بقى اسعار حلوه كده للناس وعروض جميله لتمر حلو. حاجات كتيره في الفيديو ان شاء الله. بجد انا شايفه كمان الستاره دي شكلها تحفه قوي. جميله. اه هنشوف كل حاجه يا حبايبي معانا بالاسعار. ما تنسوش بقى تمر حلنا باللايك والاشتراك كده وتتابعوا الفيديو للاخر. في حاجات النهارده حلوه ولسه نازله عند عمرو جديده والاسعار كمان حلوه قوي هتعجبكم. تعالوا بقى يا حبايبي نبتدي الفيديو مع بعض ونشوف الحاجات الحلوه بقى اللي عمرو مجهزها لنا دي. هنبتدي كده بكل الحاجات المضيئه معانا، الشمع الالكتروني والشمع النحاس وكمان الفوانيس القمر الصغيره دي. هنشوف كل حاجه معانا بالاسعار. بكام بقى يا عمرو الشمع الالكتروني ده كده اول حاجه معانا؟ ده 5 جنيه. ده كده 5 جنيه جمله وقطعي؟ جمله وقطعي. جمله وقطعي. طب لو اللي عايز علبه من الالوان دي، العلبه دي ب90. ب90 جنيه. تمام. فيها 12 واحده. فيها 12. ماشي. في حاجه زي كده الفانوس الصغير ده اه جميل، هيعمل معانا 20 جنيه في القطاعي و17 ونص جمله. 20 قطاعي و17 ونص جمله. حلو قوي، تقدري تعملي بيه ديكورات جميل او تعلقيه في اي مكان. اه في بقى الشمع النحاس ده. في الشمع النحاس ده برضه. الشمع النحاس ده احنا حصري فيه احنا وبس. اه اشكال بقى كتير. بص كده كمان الشكل الجديد ده، ده شكل شجره. حلو قوي لو حطيتيه بقى كده في كوستر او في اي حاجه تعملي بيه ديكورات جميل. بص كمان الشكل الحلو الاباجوره ده، كمان منه الشكل ده. في اشكال بقى منه كتيره جدا. دي عامله 15 جنيه قطاعي و13 ونص جمله. 15 قطاعي النحاس و12 ونص و13 ونص و13 ونص جمله. 62. تمام تمام. الفوانيس دي بقى حلوه قوي. الايكيا اهو. اه ده المستورد. بصوا شكله تحفه والشمعه بتاعته مختلفه. 40 جنيه. اه جميل. تمام. 40 جنيه في الجمله. في منه السيلفر والذهبي. 40 جنيه في الجمله و45 قطاعي. والاحمر الحلو ده. نفس السعر. نفس السعر برضو. حلو قوي. بس ده خامته تحس ان هي معدن وده كده تحس ان هو اكليرك. بس طبعا شغل مستورد نضيف جدا يا حبايبي. تمام. جميل. في منه بقى اسمر وابيض. الواحده من دي سواء كوره او نجمه عامله 15 والاثنين ب 25. الاثنين ب 25. ب 25. الواحده ب 15. الدسته بكام؟ الدسته بتاعته بتعمل 144. دسته 144. 144 تمام. الفانوس الايكيا. بصوا الوان حلوه. الوانه كتير. كتير جدا. 40 جنيه في الجمله 45 قطاعي. 40 جمله 45 قطاعي. تمام. الفانوس التحفه ده. بصوا بقى الفانوس ده جديد معانا. ده بيغني وبينور. حلو قوي. بصوا كده حبايبي الاغنيه بتاعته حلوه قوي. مش اللي هي المنتشره، لا اغنيه حلوه جدا. هو كده خامته مستورده اهو، في منه الاسمر وفي منه الابيض. وكوره كده من جوه بتغير اشكال بالاضاءه بتاعتها، وطبعا هو شغال على حجاره. يعني الحجاره لو خلصت تقدر تغيرها. نقدر نشغل نور بس ونقدر نشغل اغاني بس. ممكن تشغلي اغاني بس ونور بس. حلو قوي. ممكن تشغلي الاثنين مع بعض. الاثنين مع بعض. تمام. ب 350. طب وجمله؟ 350. جمله 320 جمله. 320 جمله. تمام. بص حبايبي الرنط ده بقى شكله تحفه جدا. عايزه اقول لكم ان الخامه بتاعته حلوه قوي. هو متر ونص واشكاله كلها شيك. متبطن. بصوا كده متبطن من ورا اهو، تقيل. وكمان دي الشراشيب بتاعته دي. وياخد سفرتك كلها وكل اشكال بقى رقيقه. في منه اشخاص وفي منه اللي هي الاشكال الفوانيس. جميل جدا. للقناه ب 75 جنيه. للقناه؟ للقناه 75 جنيه. ب 75 جنيه حبايبي. احنا كنا بنبيعه ب 100. ظبطنا سعره. تمام. ب 75. ده كده ب 75 بدل 100. بصوا عايزه اوري لهم التقفيل بتاع المكن. التقفيل حلو جدا. تقفيل حلو جدا. لازم اوريكي شكل تاني. بصوا كده حبايبي متقفل على مكن، يعني لما تيجي تغسليه مش هيسرفل معاكي ولا حاجه. تحفه. حلو قوي. في منه بقى اشكال كتير يا عم. كتير. بصوا كده في برده الشكل ده، في اشكال بقى زي ما انت عايزه. ده كده ب 75 جنيه بدل 100 جنيه ليكوا يا حبايبي. وغوامق. وفي غوامق. في برده الشكل ده حلو قوي. الله بصوا كده ده حلو جدا. لاحظي هنا ان واخد خط موف وجايبين له شراشيب موف. يعني ماشي نفس الدرجه. الدرجات نفسها حلوه. لا وشغله والفينش بتاعه نضيف بصراحه. جميل. لا وكبير. بصوا كبير مش صغير. في رنن بيبقى متر في متر او متر و20. ده كده متر ونص صافي. في بقى منه شكل بوجي وطمطم. ورنا ده كده يا عمرو معلش.
بص بقى القمر ده شكله جميل جدا ولونه حلو قوي. الدرجات بتاعته كمان تمشي على اي حاجه عندك في البيت، روامق او فوادع. اه شيك قوي. والاضاءه بقى لو هاديه تحس ان القنديل ده كده منور من بعيد، جميل. وكمان الشكل الجميل ده برضو عائله الفنانيس اهي، ومكتوب رمضان يجمعنا، برضو حلو قوي. كل الرنان كده متبطن من ورا يا حبايبي، تمام. اه عشان تاخدوا بالكم وانتوا بتشتروا. حلو جدا ده كده ب 75 بدل 100 جنيه، تمام. بصوا كده حبايبي معانا برضو الرنان ده شكله تحفه، ده كده قطيفه معمول شغل ليزر من الجناب اهو، مش اللي هو العادي، لا ده كده معمول عليه ليزر والوانه شيك قوي واشكاله حلوه قوي. ده عامل كام بقى يا عم؟ 60. ده عامل 60 جنيه، متر ونص برضو، جميل. بصوا حبايبي المفرش ده بقى حلو قوي، ده ستان متر ونص في متر ونص. اه متر ونص في متر ونص، جميل. ده ب 75 جنيه. ب 75 جنيه. 75 جنيه. ومتقفل، وفي كمان فرنش. اه يعني مش اللي هو اللي شويه في السعر في الستان، هات واحد من الثاني. ده كده ب 75 جنيه متقفل على مكن، وفي الفرنش بتاعه كله. بص فيه ده اللي هو الاقل شويه، ده بقى مش متقفل، ده ب 45 جنيه. ده ب 45 جنيه، ده بيبقى مقصوص كده على طول بالطوب. وفي كمان اتنين كوشن في الجنب اهو، لو حابه برضو تفصلي الاثنين كشل لوحديهم، او عايزه تعملي مفرش متر في متر برضو، جميل. ده كده كله ب 45 جنيه، حلو قوي. ده حبايبي الشنطه دي بتاعت رمضان، حلوه قوي، في منها ثلاث درجات. اه جميله دي كده، قماش دك زي اللي هو الكوشنات بالظبط، وبتتغسل وهتعيش معاكي. عايزه بقى تقدمي فيها هدايا ب 10 جنيه، حلوه قوي. و12 ونص قطاعي. دي بقى لو حابه تروحي بيها السوق في رمضان تقدميها هدايا مثلا، تحطي فيها حاجه. لا وحلوه ان هي بتتغسل وهتعيش، يعني مش هتبوظ بسرعه، مش زي الورق، تمام. لا جميله ب 12 ونص وقطع وجمله ب 10 جنيه، تمام تمام. وفي شنطه الهدايا دي، دي شنطه هدايا حلوه برضو، ودي ورق بقى، دي ورق اللي هو الكرتون جنيه. المقوى 10 جنيه دي ب 10 جنيه، 8 ونص جمله. دي برضو شنطه هدايا حلوه، اه شكلها شيك قوي، لو حابه تقدمي هديه لحد في رمضان، تمام جميله. المفرش الحلو ده جميل قوي، 25 جنيه جمله و30 جنيه قطاعي، 25 جمله و30 قطاعي. في زيه متر ونص في متر ونص، اللي هو المربع، المربع قد ده كده، قد الستان، قد الستان ده، تمام. 30 جنيه جمله و35 قطاعي، 30 جمله و35 قطاعي، حلو قوي. من 6 قطع، والجمله من 6 قطع. فرع نور 6 متر، 6 متر في الالوان، كل واحد بلونه، جميل، تمام. كل الوانه حلوه اهي، ده بيتلف على مثلا عمود، على شجره، على مش عارف على اي حاجه، على اي حاجه. واللون الاحمر منه حلو قوي، كل الوانه حلوه. بص كده الاحمر، احمر حلو جدا، في الاضاءه بقى يبقى حلو قوي. كده سعره 45 جنيه جمله و50 جنيه قطاعي، و50 قطاعي، حلو قوي. وهو 5 متر و27 في الجمله، ده 3 متر، 3 متر ده 3 متر، 30 جنيه في القطاعي و27 جنيه جمله. بصوا كل اشكاله بقى حلو قوي حبايبي. معانا بقى الطبل الحلوه دي اهي، دي كده عامله 10 جنيه، جميله قوي، شكلها جديد وحلوه. بصوا في منها بقى كل الالوان دي. وفي معانا كمان المخده دي عامله كام؟ 10 جنيه جمله و15 جنيه قطاعي، 10 جمله و15 قطاعي. في الصواني الحلوه دي عامله كام بقى؟ في منها اشكال 30 جنيه، وعامله 22 ونص جمله و30 جنيه قطاعي. وفي الدورق بالكوبايات كل اشكاله طبعا على التليجرام، عامله كام؟ دورق 35 قطاعي، وعامله 32 ونص جمله، 35 قطاعي و32 ونص جمله. بص حبايبي معانا بقى الكوشن الحلو ده اهو، ده كده دك مقاسه 40 في 40 وليه السوسته على الحرف، عشان تبقى سهله معاكي في التركيب او في الغسيل، تبقى حلوه قوي. في منه بقى طبعا اشكال والوان، ده كده 35 جنيه قطاعي، وده كمان عامل 32 جنيه اهو. برده في منه بقى اللون البيج والاحمر والالوان دي كلها موجوده. منها عم الشكشك الحجم الكبير، بصوا حجم كبير وحلو. ده 15 يا عم؟ لو قطعة ب 15 والاثنين ب 25. في بقى منه اشكال ممكن تشكلي زي ما انت عايز. بص حبايبي معانا بقى الاشكال اللي هي الفوم دي، جميله قوي. في منها بقى كل اشكال بكار بالوان الجلاليب بتاعته، في الابيض في الازرق، وفي كمان الاصفر، وفي برده معانا شكل الراجل بتاع الكنافه ده. في بقى منها اشكال كتير قوي، بصوا كده الشكل ده كمان. في منها كمان شكل البنوته دي بالوانها برده حلوه قوي حبايبي. الطبله الحلوه دي صح ولا طلع قد ايه؟ طلع جميل جدا، معاها عصايه وحجمها كبير قد طبلتين كده من العاديه. دي كده عامله 30 جنيه قطاعي و28 جنيه جمله، حلوه قوي. 27 27 فيها سريه نور، وفيها بقى الاغاني الجميله اللي احنا بنحبها كده وبنحطها في الفيديوهات. في دي كمان منها، بصوا في
في منها بقى كذا اغنيه، يعني كل طبله ليها اغنيه حلوه قوي. بص حبايبي الكعبه دي بقى لسه جايه جديده عندك يا عمرو. اهي فيها بقى ممكن عايزه تحطي شمع، تحطي بخور، شكلها تحفه. والطبق ده على فكره ده كده استانلس، خامته كويسه جدا وهي خشب، شكلها حلو قوي. تقدري بقى تحطي فيها بخور ومكتوب عليها كمان كلمه رمضان كريم اهي. بصوا شكلها جميله. دي كده عامله كام يا عمرو؟ دي عامله 35 جنيه. 35 جنيه وجمله؟ وجمله 30. وجمله 30 حلو قوي. بص حبايبي الفرع ده حلو قوي. اللمضه قد ايه؟ اللمضه كبيره. ده برده مستورد يا عمرو؟ ده ب 45 قطاعي و40 جمله. 45 قطاعي و40 جمله. طب كام متر؟ ده 5 متر. 5 متر وفي المكنه بتاعته؟ في مكنه حلوه قوي. ده الفرع ده حلو قوي. الفرع اللي مجنن الدنيا كلها. ده جميل. 10 متر الاسود التقيل. التقيل. ده 50 جنيه قطاعي و45 جمله. 50 قطاعي و45 جمله. هو 10 متر يعني كده يا عم. ده مستورد مش كده؟ مستورد. جميل جدا. بصوا حبايبي تمام، حلو قوي. وليه مكنه كمان. حلو جدا. بصوا كده فرع النحاس الاصلي. بيبقى منه شكل الفوانيس اهو. الجامع الشكل ده حلو قوي. شكل الجامع ماشي. والفانوس اللي هو الفورتوجي. بصوا كده ده بكام بقى؟ النحاس المطبوع كتير. في النحاس المطبوع تمام. تمام. يعني كل ده. بس ده نحاس برضو. وريني كده عم. نحاس. معدن. ده كده معدن يا حبايبي مش ورق، عشان في منه ورق. لا ده مش ورق. ده كده. شكله جميل. ده عامل كام ده؟ 50 جنيه كل النحاس ده. طب ما تجربوا لنا كده يا عم. هجربه لك. جميل. 50 جنيه ماشي قطاعي 45 جمله. 50 جنيه قطاعي 45 جمله. بصوا كده يا حبايبي ده الفرع اللي هو ال 10 متر 2 فيشه. 2 فيشه. ده مستورد برضه. 37 جمله. تمام. و40 قطاعي. 37 جمله و40 قطاعي. والجمله من 6 حتت. 6 حتت بس. تمام. كده يا حبايبي الفرع بقى ده زيه زي النحاس بالظبط. بس ده بلاستيك. وده بلاستيك. حلو جدا عجب ناس كتير. ده بكام جمله؟ ده ب 25 جنيه جمله. ب 25 جنيه جمله. لا والاضاءه بتاعته ما شاء الله شديده. حلو قوي. تمام. بقى كده دي كل الاشكال والالوان اللي عند عمرو. في منها المط وفي منها اللامع. بصوا الوانها جميله قوي وشكلها حلو. في كمان اللون الفضي ده شيك جدا. ده كده 45 جمله. 45 قطاعي. 45 قطاعي و40 جمله. و40 جمله. حلو قوي. بصوا بقى الجمال ده. ده فانوس ولا على شكل كعبه؟ لا زي الفانوس اللي هو الايكيا. زي فانوس ايكيا. حلو قوي. ده فرع بقى. ده جميل. فانوس كبير. زي ما انت شايف على ايدي اهو. جميل قوي. ده حوالي 12 واحد. ب 45 جنيه. 4 5 تقريبا 10. 10 بس جميل وحجمه كبير. ده بكام ده؟ ب 45 جنيه قطاعي و42 ونص جمله. 45 قطاعي و42 ونص جمله. حبايبي ده مغناطيس الثلاجه حجمه كبير شويه اهو. شكله كده زي مربع بس حلو قوي. يعني لو حطيتيه على الثلاجه يبقى اشكاله باينه غير الصغير الثاني. بكام يا عم؟ ده في الكارت فيه 6 قطع. تمام. 5 جنيه جمله. 5 جمله. 5 جمله و7 ونص قطاعي. اشكاله حلوه وجديده. طيب الهلال ده بس كده 45 و40 جنيه جمله. حلو قوي. وكلمه رمضان كريم ب 70 جنيه قطاعي و60 جنيه جمله و60 جنيه جمله. بصوا كده يا حبايبي الستاره الحلوه دي 2 متر في 2 متر. 2 متر في 2 متر بكام يا عم؟ 200 جنيه. كنا بنبيع ب 250 جنيه. 200 جنيه بدل 250. جميله. في منها بقى الاضاءه الكوكتيل. وفي دي عامله كام اللي هي الكبيره؟ دي 250. دي 250. 3 متر ونص. في 2 متر. في 2 متر. والنجوم اللي هي نازله شكل 7. دي 200 جنيه. دي 200 جنيه بس شكلها شيك قوي. شكل 8 كده اهي. حلوه جدا. بصوا حبايبي كده اللمضه الديسكو دي. دي لمضه ديسكو ولا دي اباجوره؟ دي مسند على المكتب. تحفه. تتحط على المكتب. جميله قوي. يعني ما بتتعلقش. بصوا جميله جدا. بكام دي يا عم؟ بلوتوث وكل حاجه. ليها بلوتوث. ب 200 بس تحفه في الضلمه. عامله ازاي؟ جميله قوي بصراحه. حبايبي يكون النهارده الفيديو عجبكم وتكونوا اتبسطتوا منه. احنا النهارده كنا عند عمرو التركي. هو في شارع درب البرابره اهو يا حبايبي. طبعا معروف وصورت لكم الطريق قبل كده. في شارع مسجد الشيخ صلاح على طول. لو سالتي اي حد على عمرو التركي اي حد هيدلك عليه. هسيب لكم لينك التليجرام ورقم التليفون في اول تعليق مثبت. وفي توصيل لكل المحافظات سواء بره مصر او جوه مصر جمله او قطار. ما تنسوش بقى تمر حنه باللايك والاشتراك. وطبعا مستنيه رايكم. مع السلامه.